الآن سيدتي وسادتي إلى حضراتكم استعراضا سريعا لفقرة برامجنا ليوم غد الثلاثاء. الإرسال سيبدأ في الساعة الثالثة بالسلام السلطاني، ونستهل فقرات البرامج بتلاوة من كتاب العلي الحكيم، وبعد التلاوة نقدم الحديث الديني. في الثالثة ونصف إلى خمس دقائق سيلتقي الأطفال بمجموعة شيقة ومختارة من أفلام الرسوم المتحركة، وبعد ذلك سيلتقون بمسلسل أطفال جورجي الحلقة 19. ونسترع انتباه حضراتكم إلى أن أذان العصر سيحين في الساعة 3:47. في الخامسة تماما نقدم المسلسل الأجنبي Small Wonder. أما في الخامسة ونصف إلى خمس دقائق فستلتقون أعزائي بأحداث الحلقة 7 من المسلسل العربي النص بالنص. البرنامج الإرشادي قف يأتيكم عند الساعة 6:35. أما في 6:25 فنقدم البرنامج الثقافي الدرجة المئوية. أذان المغرب يحين في الساعة 6:21. أما في تمام الساعة 7 فسنوافي حضراتكم كالمعتاد بنشرة الأخبار المحلية، وبعد النشرة المحلية سنقدم إحدى الرسائل الإخبارية. أذان العشاء سيحين في الساعة 7:46. أما البرنامج الديني أنوار من بيان التنزيل فسنقدمه في الساعة 8:30، والبرنامج لسماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي المفتي العام للسلطنة، وهو من إخراج حمد بن محمد المحروقي. في تمام الساعة 9 سنوافي حضراتكم بنشرة الأخبار، وبعد النشرة ستلتقون بأحداث الحلقة 12 من المسلسل العربي الحياة مرة أخرى. بعد ذلك سنقدم أغنية تصلنا بالـ10:30 موعد نشرة الأخبار باللغة الإنجليزية، وبعد النشرة سنستعرض برامج الأربعاء نسهر بعد ذلك مع برنامج المنوعات استعراض 86. بانتهاء السهرة سنوافي حضراتكم بموجز لأهم الأنباء، ثم نختتم فقرات البرامج بالقرآن الكريم، وبعد ذلك يعلن السلام السلطاني ختام الإرسال. أعزائي المشاهدين، قدمت لحضراتكم استعراضا سريعا لفقرات برامجنا اليوم غد الثلاثاء. نتمنى أن تقضوا أمتع الأوقات مع برامجنا. سهرة هذه الليلة تبدأ الآن وتستمر لمدة 2 ساعات تقريبا، ونقضي سويا في مشاهدة الفيلم العربي العار، وهو من بطولة نور الشريف، حسين فهمي، محمود عبد العزيز، نورة، وإلهام شاهين، مع تمنياتنا بقضاء أمتع الأوقات.